السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم مع فيديو جديد عن سي هام بلوغ. اليوم مع فيديو جديد كيف كتشوفوا راني كنصوب الطوموبيله، راني ماشيه لبلجيكا الانتفيربن فين كنتقدا دائما الحوايج ديالي. ومهم غادي ناخذكم معايا، سمحوا لي البنات بزاف غبرت عليكم واختي غبرت عليكم. شنو غادي نقول لك صراحه غبار دابا، هذه بزاف ما درت فيديو ونقول لكم علاش. لحقاش كنت الحرد بدلت الدار والحير زعما صعيب بزاف كما كتعرفوا، فيه بزاف نتاع التماره وما وصلتش ندير فيديو ونحط لكم فيديو في يوتيوب وهذاك الشيء اللي كاين. وسمحوا لي بزاف وما تنساوش دائما نكونوا العائله نكونوا مجموعين، وبلا بكم ما انا ما كنسواش اصلا الفيديو اليوتيوب ديالي ما كيسواش بلا بكم نتوما اللي كديرونا. وهذيك مهم عارفين هذاك الشيء. والبنات المهم كما كتشوفوا راه غادي نمشي اليوم لبلجيكا كما قلت لكم، غادي نتغداو شويه تماك شو ديروا الشوبينغ انا وخواتاتي، ندوزوا النهار زوين ان شاء الله. هاد العام ما كاين بول المغرب اختي، شكون اللي غادي ماشي للمغرب غادي يديرها في الكومنتار. انا المهم هاد العام ما كاين بول المغرب اختي، ما كاينش، غادي نجلسوا غير هنايا نبقاو في المانيا وندوزوا الكونجي هنايا. وقلت علاش ما نمشوش لبلجيكا ندوز واحد النهار زوين، وهذاك الشيء اللي كاين البنات. مهم يا هذاك الشيء اللي كاين، بقاو معايا ومن بعد غادي نهضر معاكم شويه ونقول لكم علاش خبرت، ماشي علاش خبرت يعني علاش ما كانش عندي الوقت وعلاش ما درت لكمش فيديوهات جديد. لحقاش نقولها لكم دابا، لحقاش كنت بغيت ندير لكم شويه الغيسيبت والمقادير وهذاك الشيء ديال الطبخ والشهيوات، ولكن ما عنديش الكوزينه، ما عنديش كوزينه عاد راها دومانديت الكوزينه جديده وان شاء الله غادي تعجبكم، غادي نوريها لكم عاد نوري لكم عاد الدار ان شاء الله. راه عاد ما وصلتش صراحه ما كملش عاد كومبليت، وقلت حتى نكمل نسالي الدار كامله وغادي نوري لكم شويه. المهم الكوزينه عاد ما جات لياش و بالنسبه لها ما جايليش كوزينه، ما نقدرش ندير لكم شي فيديوهات زوينين ونوري لكم شي ريسبت ولا شي حاجه، ولكن غير تجي ان شاء الله وغادي نكثر لكم بالفيديوهات اختي، نكثر لكم بالفيديوهات ان شاء الله. مهم ها البنات وصلنا لبلجيكا، دابا غادي نصور لكم شويه وشنو كاين هنايا. هنا كاين الحوايج زوينين بزاف والأثمنة مزيانة. شوفي هذا السروال زوين عجبني بزاف. وبالنسبة اللي محجبين كاين هنا الحوايج وكاين السيكان والصبابط كلشي كاين هنايا. أول بنات واحد شي لعبايات زوينين بالنسبة للعيد اللي بغى يلبس 25 أورو زوينة. حتى هاد لاغوب زوين بزاف داير 28 أورو. دابا جينا عند بلبو شوب عندهم الصبابط غير 15 أورو البنات زوينين بزاف. شوفوا والكسيوة زوينة واعرة بزاف والكواليتي زعما صراحة توب. وملي غادي يجي لأنتفيرب يجي لبلبو شوب يجي تسخر من هنايا الصراحة واعر واعر واعر. شوفوا هاد الصبابط شحال زويونين. المهم أنا من كنجي هنايا كنحمق ما كنعرف شنو غادي نشري، كنتوضر صاحبتي. شوفي هادو داروا لهم بروموسيون 10 أورو زويونين بزاف. شوف هنايا حتى في نيود هادو زويونين يمكن ناخذ منهم واحد زويونين البنات. Sag mal, das Hähnchen und Garnelen.
شو دابا درنا واحد البوزو شوفوا هنايا عاد الحوايج راه جلسنا الشتا برا وجينا نجلسوا شويه راه عيينا والله انا عييت عييت اختي عييت شوفوا الصباح بطيع 10 اورو المهم عندهم كل ردن هنايا فنين 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 دابا تمشي تخلص اختي و السلام البنات ها رجعنا ودابا رانا ماشيين للدار كملنا سالينا الشوبينغ ديالنا كما كتشوفوا الشتاء والشتاء والشتاء بزاف اختي ما شاء الله على هاد الشتاء دابا رانا ماشيين غير بشويه علينا باش نوصلوا ان شاء الله الله يوصلنا على خير قلت لك الله يرجعنا على خير للدار ان شاء الله ونوصلوا مزيان وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو غادي ندير لكم عاد الهول نوري لكم اش جديد من بلجيكا ان شاء الله غادي نوري لكم شويه د الحوايج وبقاو معايا هولي هولي ان شاء الله لا 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 لا